رسالة وصلت من تعز في اليمن، باعثها عبد محمد قايد، يقول إلى بلاد الإسلام ومهبط الرسالة المحمدية المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب. أبعث هذه الرسالة مضمنة لبعض الأسئلة، من بينها يقول: يوجد معي 10 أغنام، ومع أخي 10 أغنام، ومع والدي 30 شاة، وهن في بيت والدي، ونحن تحت رعاية والدي، فهل تجب علينا دفع الزكاة رغم أنني كبير في العمر؟ هذه الأغنام فيها تفصيل، إذا كانت هذه الأغنام للتجارة طلب الربح بأثمانها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، لأن تقوم عند الحول ويدفع من قيمتها ربع العشر إلى بلغت القيمة المقدرة النصاب، وهو ما يعادل 56 ريال بالريال السعودي من الفضة تقريبا. أما إذا كانت هذه الغنم للقنية وللدر والنسل والاستبقاء، فهذه إن كانت ترعى أكثر الحول من الكلى من البر فإنها تجب فيها الزكاة. وما ذكرتم من أنها مقسمة لأشخاص، واحد ل30 وواحد ل10 و10 و10، هذه 50، هذه تجب فيها زكاة الخلطة. الخلطة توجب فيها الزكاة إذا كانت دائما مجتمعة ترعى جميع وتبيت في مكان سواء وكأنها مال واحد وترعى أكثر الحول، ففيها الزكاة بأن يخرج منها شاة على حساب الجميع، يتراجعون في هذه الشاة بالسوية كل بنسبة ما له من الغنم. فمثلا صاحب 30 وصاحب 10 وصاحب يعني المجموع 50 يتراجعون بينهم بالسوية بالنسبة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين يتراجعان بالسوية، يعني على قدر أملاكهم، كل يلزمه على قدر ملكه من هذه الشاة. أما إذا كانت تعلف أكثر الحول من نفقة هؤلاء الملاك فليس فيها زكاة، ما دامت النسل والقنية وهي تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. نعم، يعني غير معدة للتجارة، غير معدة للتجارة وتعلف أكثر الحول ما فيها زكاة. غير معدة للتجارة وهي ترعى أكثر الحول من الكلاء المباح، هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهنا قد بلغت النصاب وهو 40 شاة، لكنها مختلطة، كل واحد ليس عليه زكاة لو انفرد، لكن باجتماعها في المرعى وفي المحلب وفي المبيت عليها زكاة الخلطة أغلب السنة. عليها زكاة الخليطين.